كيف تقيم مثل هكذا اتفاقيات التي وقعتها مصر مع قبرص وأيضا مدى انعكاساتها على مصر؟ لأنه التفكير في مد خطوط الغاز وربط دول البحر المتوسط بخطوط الغاز تفكير بدأ من فترة طويلة، يمكن من أيام المهندس أنا فاهمي لما بدأ موضوع خط الغاز اللي كان طالع للأردن وإسرائيل وسوريا، وكان مفترض إن هو هيلف من هذا الاتجاه ويوصل لغاية اليونان، لكن يعني عوامل الإنتاج والعجز اللي دخلنا فيه من بعد 2011 كان له أثر سلبي كبير على توقف تصدير الغاز نظرا للاحتياج المحلي وظهور فجوة كبيرة بين الاحتياجات في السوق المحلي والإنتاج المحلي، فتوقف هذا العمل. مع عودة العمل مرة أخرى في مناطق شرق المتوسط في مصر وحدوث اكتشافات كبرى على الحدود المشتركة ما بيننا وما بين قبرص وما بيننا وما بين إسرائيل، بدأ التفكير مرة أخرى في إيجاد آلية لربط عوامل الإنتاج دي كلها زي ما أنت عارف، ربط عوامل الإنتاج دي كلها مع بعضها من خلال خطوط مشتركة تستطيع إن هي تجمع الغاز ده وتجيب الزيادة منها تدخلها إلى مصر إما للاستعمال في السوق المحلي أو تصدرها عبر محطات الإسالة لدول أخرى خارجية. وبدأ في توقيع عدة اتفاقات إطارية للتنسيق في هذا الشأن، وهذه الاتفاقيات بكل شوية بيتم توقيع اتفاقيات جديدة في ضوء الخطوة اللي سبقت قبل كده. يعني احنا مثلا قبل كده مضينا اتفاقيات إطارية للبحث والاستكشاف الجوي، بعد كده مضينا اتفاقيات إطارية علشان خاطر موضوع تأمين تأمين الاكتشافات في هذه المناطق، مضينا حاجات تانية إطارية ازاي نقسم الثروات البترولية او الثروات الهيدروكربونية بوجه عام. نعم. وهكذا. دلوقتي بتتمضى اتفاقيات جديدة علشان خاطر إقامة الخطوط اللي بموجبها يقدر الغاز المصري الغاز القبرصي ان هو يخش على الشبكة المصرية. أشكرك على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا للمهندس.